بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي، السلام والصحة المهنية، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من مادتنا النظافة والترتيب وإزالة المخاطر من بيئة العمل اللي هي هاوس كيبينج. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن مبدأ إصابة العمل وحادث العمل عموما، وتكلمنا عن أقسام الإصابة والمرض الصحي والمخاطرة، ووقفنا في المخاطرة وقفة طويلة عرضنا فيها كيف تحسب الريسك اللي قلنا عبارة عن عملية ضرب احتمالية الخطر اللي سميناه likelihood أو probability مضروبة في النتائج أو العواقب المتوقعة إذا حصل الخطر، سميناه consequence أو severity. ثم عرضنا الجداول المتبع عالميا، ولكن انت ما مطالب بالاشياء دي في الامتحان، انما تفهمها فقط، لانه فهمك لها يساعدك في فهم انه المخاطر تقيم كيف، لا سيما لما تكون مشرف سلام وصحه مهنيه في واحده من المواقع، بتساعدك المساله دي في معرفه ايهما اشد خطوره وايهما خطورته متوسطه وايهما اقل خطوره وهكذا. ثم اليوم باذن الله سبحانه نتكلم عن مساله مهمه جدا اللي هو لماذا نحقق في الحوادث. وهنا شباب معرفتنا لانواع المخاطر ودرجة المخاطر يساعدنا في التحقيق في الحوادث. بيئة العمل معرضة إلى حوادث، ونحن بيعنينا منها في مادتنا دي الحوادث المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة. فبالتالي عشان أنا أقدر أقرأ وأستنتج وأقدر يعني أتنبأ بالحوادث، في بعض النصائح هنأخذها إن شاء الله في مادتنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. اولا في امور تتعلق بانه الانسان اذا كان هو قريب من مكان الحدث، الحدث ده حصل في مكان هو موجود فيه او مع زميل هو بجواره، هنا قد يحتاج في الفتره في البدايه هو يجمع بعض المعلومات المتعلقه بالحادث ده من مكان اخر، قد يكون هو من اعضاء فريق التحقيق في الحادث. وفي كل الاحوال ناخذ ان شاء الله يعني تجارب نستفيد منها باذن الله سبحانه وتعالى وبتفيدنا ان شاء الله. طيب نبدا الان نعرض كيس له علاقه، لو انت كنت في مكان فيه حادث، الاشياء الاساسيه اللي حتحاول تدونها عشان تساعد فريق التحقيق في الحادث فيما بعد. لانه يا شباب الحادث لما يحصل في بيئه العمل، نحن اكدنا قلنا شباب الحادث، تعال نعرفه مره ثانيه عشان ما ننسى، نحن قلنا حادث العمل هو حدث مفاجئ يقع اثناء تنفيذ العمل يؤدي إلى إصابة أو وفاة العامل أو تلف الممتلكات. تمام، نرجع الآن نشوف طيب إذا حصل حادث وأنا موجود في بيئة العمل، في معلومات أولية بدوينة أنا عن الحادث تساعد لاحقا في التحقيق في الحادث. طيب نشاهد كيس لحادث حصل ونشوف الزميل كان بيعمل شنو، ثم نشاهد كيس أخرى تتعلق بالتحقيق في الحوادث، كيف فريق العمل بيعمل شنو، وهكذا نواصل ان شاء الله في باقي الماده. طيب نبدا الان بالجزئيه الاولى، انه اذا حصل حادث في مكان ما، المعلومات الاساسيه ممكن الانسان يدونها عن الحادث تساعده بعدين في التحليل. نبدا بسم الله. There's an accident. You were nearby, but you didn't actually see it happen. If the victim is being attended to properly, there are a few things that can make you the next best thing to an eyewitness. First, look at your watch and remember the time. It's a simple detail, but it could become a very important detail when the accident is investigated. Next, look around and see who else is at the scene of the accident. Delay cleanup of the area until the safety people have surveyed the scene. Think, what caused you to turn your attention to the accident? Was it something you saw, such as a flash? Or was it something you heard? If it were a sound, what kind of sound was it? An explosion? A scream? A crash? Was it just one sound? Or were there two or more in sequence? Sniff the air. Are there any unusual odors? What are the lighting conditions? Bright and glaring? Dim, shadowy, dark?
What color is the light? What are the weather conditions? Sunny and dry? Cloudy? Rainy? Snowy? Is there thunder and lightning? Believe it or not, weather conditions can be important even when an accident is inside. Look at the ground or floor around the accident. What's lying there? Are there any loose items, machinery, junk, wires, or cables? Are there any personal items such as the victim's hard hat, tools, or eyeglasses? Where are they relative to the victim's position? What condition are they in? What kind of surface is it? Smooth concrete, rough concrete, carpeting, tile, bare wood, gravel, soil? Run your fingers along the surface. Is it wet, sticky, oily, powdery, dry, slick? Look directly overhead. Is everything as it should be? Are any wires or light fixtures swinging as though recently disturbed? Are there any exposed electrical wires? Is there an overhead crane or walkway? And if so, who or what is up there? Look around at eye level. Is there anything that might shine in someone's eyes, mirrors or other unusual objects which might momentarily distract attention? It's important that you notice as much as possible, as soon as possible, because the scene of an accident can change so quickly. Now that you've made a mental note of all these things, volunteer the information when your supervisor or safety director investigates the accident. A major purpose of accident investigation is to find the cause so future accidents can be prevented. And you never know which detail may be the one that makes the difference. Even though you are not an eyewitness to the accident, there's so much you can see that you just might become the star witness. طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس، وهي على سبيل المثال إذا أنت موجود في بيئة، قلنا حادث بالقرب منك أو شاهدت حادث أمامك، لا شك في بعض المعلومات تحتاج أنك تدون عن الحادث، لا سيما إذا كنت أنت الآن مهتم بالسلامة والصحة المهنية كمشرف سلامة والصحة المهنية أو أحد أعضاء إدارة السلامة والصحة المهنية. الآن عندنا مشهد أمامنا، زملاء في العمل، شايفين ده زميل هنا هو شايل عنده حقيبة المعلومات بتاعته، ماشي متحرك لمكان معين، وفي زميل آخر نازل إلى الآن ما في إشكال. لكن لو نظرنا الآن، شوف معانا الشكل ده أمامنا، هو نازل من الميزانين، يعني زي ورشة من فوق نازل الطابق الأرضي، وشايف هنا في حديدة أمامك عينة، هنا في حديدة موجودة في الممر أو السلم. فالمشهد لحد الآن بشكل صحيح، فنشوف بعد شوية حصلت إشكالية. في لحظة ما حصل، الشخص ده سقط على الأرض، ودين ننتبه الآن للصوت الوقوع. فلو كنت أنت أو زميل لك هنا تحتاج لحصر المعلومات الأولية عن الحادث، لأنه دي بتساعد لاحقا في معرفة أسباب الحادث، اللي هو التحقيق في الحادث. ولا شك التحقيق في الحادث يساعد في معرفة الأسباب ووضع إجراءات تصحيحية لها وتجنبها في المستقبل، ودي أكيد من واحدة من أهم مسائل السلامة والصحة المهنية، حماية العاملين من عدم حدوث أو تكرار الحوادث اللي حصلت. طيب، أول ما وقع الزميل ده، بدأ الزملاء الآن كلهم توجه لإزعافه، ولا شك نعرف أنه أهمية الإزعافات الأولية كحاجة مهمة جدا أو منقذة للمصاب. لكن نحن الآن نذكر على جزئية لها علاقة بأخذ المعلومات الأساسية المتعلقة بالحادث. أولا، إذا كنت موجود الآن في البيئة، التيم حينقسم إلى قسمين، تيم حيقوم بإزعاف المريض، وأحد الأشخاص حيقوم بتدوين المعلومات الأولية لا علاقة بالحادث، لأنها ستساعد لاحقا في التحقيق في الحادث. فالشخص ده بدأ أولا بكتابة الزمن، يبقى ده الشخص الآن بشكل سريع جدا طلع ورقة عشان يكتب المعلومات اللا علاقة بالحادث، إنه الحادث مثلا حصل الساعة 53 دقيقة مساء، بدأ الآن يكتب الأشياء اللي وجدت بجانب الحادث، مثلا إذا كانت نوع الصوت السمع شنو على سبيل المثال، إذا كان في رائحة موجودة معينة في بيئة العمل على سبيل المثال، نوع الطقس، هل مثلا الجو كان صباح أو يعني الشمس مشرقة أو بالليل على سبيل المثال، هل في أي شيء آخر ممكن يؤدي إلى تشويش رؤية العامل من خلال إشعاع أو إنعكاس بتاع ضوء من مكان معين ممكن يتعكس في وجه العامل بحيث أنه ما يشوف أمامه ويسقط. كذلك طبيعة النوع الإضاءة، هل الإضاءة كافية في البيئة اللي كان موجود فيها الحادث؟
كذلك السلم اللي كان يستعمله العامل، هل السلم ده فيه يعني كان عليه مويه او فيه زيوت تزلج تؤدي انه العامل ينزلق وكذا، هل في اي عوامل مثلا زي ده الان عباره عن كيبل او ده كيبل الان موجود في الارض اكيد ممكن يسبب حادث، هنا في حديده شاهدناها قبل. كذلك اذا في اشياء موجوده في بيئه العمل، اذا كان امور لا علاقه بالمصاب، نظاره او موبايل او ساعه، ومكانها موجود وين على حسب الحادث اللي ممكن تساعد في معرفه طبيعه السقوط. هنا شوف السلم نفسه، هل فيه مواد زيتيه تؤدي الى انزلاق العامل، هل فيه وهكذا. والان انتبه للحديده الموجوده، هل هي ممكن تكون سبب مباشر في ان العامل يسقط وهكذا. فدي امور نحتاج لها في هل في شيء ممكن يكون سقط على العامل من فوق. انا بنظر انظر الى الجدار من فوق وشوف الان هنا مثلا وجد انه الاضاءه المنعكسه في العين، ولعله دي ممكن تكون يعني سبب مباشر او من الاهم الاسباب اللي ادت للحدث، انه عندك شخص نازل من اعلى على سلم بيجي لحظه ما بيلقى انه في شيء اشعاع على عينه، فاكيد لما يحصل اشعاع ممكن طبعا يكون انعكاس من الزجاج النافذه بتاعت الورشه او غيره، او ممكن يكون حتى مرايه موجوده في مكان ما، فده ممكن يؤدي الى اشكال في الرؤيه. وبالتالي العامل هو نازل وكانت في حديده موجوده في الممر في السلم، يعني ممكن يكون بسبب الاشعاع اللي حصل في عينه ده الاضاءه بقت عنده ما واضحه، ما انتبه لان اسفل منه في حديده، وقع الحديده وحصل ما حصل. فدي مساله مهمه جدا، انك انت اذا كنت في بيئه العمل وحدث بالقرب منك او امامك حادث، نحتاج الى جمع المعلومات الاوليه، لكن لا ننسى ان جمع المعلومات لا يشغلنا عن اسعاف المريض. الاولى ثم الاولى ثم الاولى هو اسعاف المريض، لكن ده ما بيمنع انه يكون احد الاشخاص يهتم بجمع المعلومات المتعلقه بالحادث، لانه لاحقا عندما ياتي فريق التحقيق، الان الشخص اللي موجود لابس الفانيله اللي فيه ولا المربعات ده هو ده يمثل فريق التحقيق، عندما يجي الحادث يحتاج الى معلومات عشان تساعده في الوصول للحادث. نحن قلنا هنعرف بعد شويه ان شاء الله ليه نحن بنحقق في الحوادث. فده مثال بسيط يبين نوع المعلومات الاساسيه اللي يمكن تجميعها او تدوينها متعلقه بالحادث، مما يساعد في معرفه الاسباب لاحقا عند التحقيق في الحوادث. طيب الان اخذنا فكره بسيطه يا شباب عن لماذا نحقق في الحوادث. في المحاضره الماضيه عرفنا انواع الحوادث، الان جينا لماذا نحقق في الحوادث. اكيد حنذكر الان بعض الاشياء اللي ذكرناها سابقا. اولا قال لتحديد سبب الحادث ومنع وقوعه مره اخرى، ودي من اوجه الاسباب المنطقيه، انه نحن اولا نحرص انه بيئه العمل تكون خاليه من الحوادث من خلال العمليه اللي عملناها سابقا، اللي هو عمليه تقييم الحوادث في بيئه العمل او تقييم المخاطر، سميناه ريسك اسسمنت، وتناقشنا فيها بما فيه الكفايه في المحاضرات الماضيه. خلاصتها كانت انه نحن قبل ما نبدا اي عمل نقوم بتحليل العمل ومعرفه انواع المخاطر الممكن تواجهنا في العمل، ثم وضع اجراءات احترازيه انه ما نقع في الخطر، واجراءات وقائيه في حاله انه وقعنا في الخطر، ثم كذلك تدريب العاملين على تجنب الخطر من انواع من النوع من انواع الخطر اللي احنا تعرفنا عليه وهكذا. فحندخل الان في انه اذا قدر الله وحصل الخطر في النهايه، احيانا لا يمنع حذر من قدر، نحتاج انه نحقق في الحوادث عشان نتجنب وقوعها مره اخرى. ومعلوم انه مع نهايه اي تحقيق في الحوادث يطلعوا المحققين بنتائج. النتائج اولا بيتم تدريب العاملين على تجنب الاخطاء اللي حصلت ووضع اجراءات تصحيحيه لتجاوز الخطأ الآن، وإجراءات وقائية لعدم الوقوع في الخطأ مرة أخرى. دي من أهم أسباب التحقيق في الحوادث. كذلك لمعرفة تكلفة الحادث، ودي بتساعد الشركة نفسها المؤسسة اللي حصل فيها الحادث، وكذلك التعويضات المفترض ناخذها بعدين من شركة التأمين، لأن احنا لما نحقق في الحادث بنعرف تكلفة الحادث، على سواء كان على الماكينة حصل فيها إتلاف في الماكينات أو حصل فيها ضرر للعاملين وهكذا. كذلك لجعل بيئه العمل اكثر امانا من خلال قلنا وضع الاجراءات الوقائيه وتدريب العاملين على انواع الحادث وتجاوز الحادث او كذا الى اخره. تحسين حاله العاملين المعنويه، ودي مساله مهمه جدا يا شباب. احيانا في بيئه العمل تجد انه المؤسسات لا تهتم بالتحقيق في الحوادث، وبتقول لك دي حوادث عاديه او ده اهمال من العامل وخلاص يمشوا على كده.
هنا العامل صراحة بيحصل له إحباط، لأنه بحس بأنه المؤسسة لا تهتم بصحته وسلامته من خلال عدم اهتمامه بالتحقيق في الحوادث، وعدم اهتمام بمعرفة أسباب الحادث، وعدم اهتمام بالتعويض المصاب. فدي كلها أمور إن ما وجدت تخلي العامل يترك الشركة. وأنا أعرف أحد الزملاء كان بيعمل في شركة، هو مهندس كهرباء، فحصلت إصابة لواحد من العمال في مرة من المرات. العامل وقع واتكسرت رجله، والشركة لم تهتم بالأمر، بل حتى إزعافه كان متأخر جدا، ويمكن العاملين هم اللي تكاتفوا مع بعض واتصلوا بالإزعاف ودفعوا قروش من عندهم عشان العامل يدخل المستشفى. فدي كانت إشارة سلبية له من المؤسسة، قال لنا ما هشتغل معهم، لأنه إذا شفت قدامي حادث وهم تعاملوا معه بالشكل ده ممكن بكرة يحصل معي أنا. طيب ليه أنا أعمل في مؤسسة هي لا تهتم بصحتي وسلامتي، وأنا أضحي بعمري وحياتي عشانه؟ طوالي اتخذ القرار وترك العمل في المؤسسة وانتقل لمؤسسة أخرى، لأنه حس بأنه ما في اهتمام بسلامته وصحته. لكن لو وجدنا اهتمام، نحن نقول الحوادث بتحصل في أي مكان، لكن الاهتمام بالحادث ومعرفة أسبابه والاهتمام بالمصاب ووجود الإزعافات الأولية وتدريب العاملين على أسباب الحادث وتجنبه مرة أخرى، والأشياء دي كلها تحكي شيء إيجابي عند العامل. فدي بعض الأسباب اللي بتخلينا نحقق في الحوادث. نحتاج الآن نعرف كيف يتم التحقيق في الحادث نفسه. نحن الآن كل كلامنا عن ما يدفعنا من أسباب منطقية إنه نحقق في الحوادث. طيب تعالوا نتكلم الآن عن أمور لها علاقة بكيفية التحقيق في الحادث، وده علم قائم بذاته يا شباب. في دورات خاصة منفصلة بسموها Incident Investigation اللي هو التحقيق في الحوادث، وفي فرق معنية بالتحقيق في الحوادث، سواء كان على مستوى الدولة تكون دائما فرق التحقيق من الحوادث، أو المؤسسة نفسها كذلك بيكون عندها في 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 التيم الموجود عندها في إدارة السلامة والصحة المهنية في تيم كذلك يعنى بالتحقيق في الحوادث. على كل تعالوا نشوف كيف يتم التحقيق في الحوادث. هنشاهد كيس الآن، وقلنا الكيس دي مهم جدا لأنه شباب عشان الناس تفهم وتدرك أهمية يعني تجنب الحوادث، تحتاج إلى أنها تشاهد بعينها المخاطر ممكن تنتج من الحوادث، ثم تعرف الأشياء المهمة اللي بتدفع للتحقيق في الحوادث، ثم تعرف كيف نحقق في الحوادث. أحيانا قد يتم اختيارك أنت كمشرف سلام وصحة مهنية أنك تكون في التيم اللي هيحقق في الحادث، لأن الحادث تم في المؤسسة بتاعتك، فلا بد من التحلي بالمعلومات على الأقل الأساسية والأولية متعلقة بالتحقيق في الحوادث. ومن باب أولى انه المشرف ده ياخذ دوره لها علاقه بالتحقيق في الحوادث، يعرف المعلومات الاساسيه، طريقه التحقيق، طريقه جمع المعلومات، طريقه يعني المعاينات اللي بتتم مع الناس اللي كانوا موجودين في الحادث، طريقه قراءه الادله وجمعها مع بعض وترتيبها على حسب الترتيب الزمني وقراءتها حتى تصل بصوره متكامله للحادث الموجود في بيئه العمل. تعالوا الان نشاهد كيس للتحقيق في الحوادث، ثم لاحقا ان شاء الله نفصل فيها باذن الله رب العالمين. Whenever there's an incident at a workplace, an event that causes an injury or a near miss, it must be investigated. Because if you can find the cause of the incident, you can help prevent future incidents. Every incident investigation involves six key steps: preparation, visiting the scene, conducting interviews, examining physical evidence, analyzing the evidence, and preparing a report. Every workplace should have a plan in place outlining who's responsible for conducting incident investigations. For the purposes of this video, let's say that person is you. You may be a committee co-chair, worker representative, manager, or supervisor. You will work as part of an investigation team that includes all or some of these people, at least one representative of your employer, and one representative for workers. It's a good idea to have a prepared investigation kit. A basic kit includes an investigation checklist, an investigation form, high visibility tape, pencils and pens, graph paper, a measuring tape, a clipboard, a camera or video camera, notepaper, plastic bags, envelopes, a flashlight, and a ruler. You should also have access to any safety equipment that might be needed, including a hard hat, eye protection,
hearing protection, and protective clothing and footwear. As an investigator, the sooner you can get to the scene, the better. The first thing to do is to make sure the area is safe. That means clearing the area, then securing the scene by taping or closing it off to prevent further dangers to workers, as well as to protect evidence. It also means making sure all energy sources are locked out and all equipment is turned off or unplugged. Once the scene is secure, you'll want to check on who has been notified about the incident. Every workplace should have a procedure in place for notifying family members, staff, and, in cases involving a serious incident, Manitoba Workplace Safety and Health. Keep in mind, the employer is required to contact Manitoba Workplace Safety and Health when a serious incident occurs. This includes a death or serious injury that causes a worker to suffer, such as an injury resulting from electrical contact, unconsciousness as the result of a concussion, a fracture of the skull, spine, pelvis, arm, leg, hand, or foot, amputation of an arm, leg, hand, foot, finger, or toe, third-degree burns, permanent or temporary loss of sight, a cut or laceration that requires medical treatment at a hospital, asphyxiation, or poisoning, the collapse or structural failure of a building, tower, crane, hoist, temporary construction system, or excavation, an uncontrolled spill or escape of a toxic, corrosive, or explosive substance, any explosion, fire, or flooding, and the failure of an atmosphere supplying respirator. Once the scene is secured and people are safe, begin gathering basic information. For example, if a worker was injured, you should find out the worker's name, date of birth, and contact information, the nature of the worker's injury, where the worker was taken and by whom, and the worker's job title, as well as how long the worker has been doing that job. This is also the point where you should start gathering evidence from the incident area. As you gather evidence and samples, always remember that you are looking for both the direct and indirect cause. The direct cause is exactly what it sounds like, the cause of the worker's injury. The indirect cause involves the factors that led to the incident occurring. Things such as the task or procedure being used at the time, the materials and or equipment being used, the worker or workers involved, management's role, and the workplace environment at the time of the incident. As you investigate, remember that this is never about placing blame. Look at all the factors that led to the incident carefully and objectively, because ultimately your job as an investigator is to help ensure that there are no future incidents. To start your investigation, it's a good idea to sketch the scene first and begin taking measurements. Think of it as drawing a map with the most important information in the middle. The sketch should include the position and conditions of injured workers, tools, equipment and materials, safety devices and personal protective equipment used in the area, and anything else that seems significant. After doing a sketch and measuring, take photos or videotape the scene from various angles, being careful not to disturb anything. All the information you gather should be carefully labeled with descriptions and placed with any notes taken at the time. Those records will be important when presenting your findings later on. At the same time, compile a list of names and addresses of anyone who witnessed the incident. You'll want to start conducting interviews as soon as possible while the details are still fresh in their minds. While gathering the names and addresses of the witnesses, separate them into different categories. Eyewitnesses who actually saw or were directly involved in the incident. People who arrived immediately after the incident occurred. People who saw the events leading up to the incident. And people who have information about the specific work, processes, equipment, materials, and other aspects of the area where the incident took place.
Witnesses should be interviewed individually and ideally at the scene so they can help you get a better picture of what was going on at the time. As you conduct your interviews, be aware of the emotional state of each witness and proceed with empathy and understanding. After all, the incident happened in their workplace and maybe even to someone they know. There may be anger or resentment. There may be fear of being blamed. There may be concern about getting someone else in trouble or just uncertainty about what happened. Be calm and keep things as simple as possible. Write down the witness's statement, read it back, and clarify anything that's unclear. Then have the witness read and sign their statement. And don't be surprised if some statements contradict each other. People coming in at different times and standing in different places are going to have different views. After gathering all the evidence, you need to begin examining the physical evidence. Examining physical evidence may require outside help. For example, you might need an engineer, a health professional, or someone familiar with chemical analysis to provide an expert opinion. Just be certain in examining the evidence that you are thorough and careful. Have machines and equipment tested for malfunctions. Check the mechanical specifications on machines and review any related documents that might be available. This includes past incident reports, WCB claim records, maintenance reports, even minutes from past committee meetings, anything that might help give you a more complete picture of the incident. At this point, you should already have a fairly good idea of exactly what happened and how it happened. But true analysis means figuring out why it happened. Map out the events in writing using evidence to support each conclusion or observation. Start with the task and procedures being used at the time. Note any issues related to the equipment or materials being used. Consider the worker, not to place blame, but to see what factors contributed to the incident. Consider management's role. For example, if they were ensuring all safety procedures were being followed properly at the time, note what the workplace environment was like, and if something in particular changed, contributing to the incident. Your final report is important because it's what will provide the catalyst for change and ideally point to solutions. Manitoba Workplace Safety and Health has a format to use. Provide the evidence you collected. Identify the direct and indirect causes of the incident. Recommend immediate and long-term actions to correct the problem. And finally, be sure to note who prepared the report, when it was prepared, and list who received copies. If you have a Workplace Safety and Health Committee, you need to get the signatures of both co-chairs, or else the signature of your Workplace Safety and Health representative. Once you've turned in your report, the Safety and Health Committee, or your representative and your employer, will discuss your findings and recommendations. Be prepared to answer questions, clarify points, or address any concerns the committee may have. This video has covered a lot of ground, but it's still no substitute for proper training and education on incident investigation. طيب يا شباب، الآن شاهدنا مقطع لعله وضح أشياء كثيرة جدا تتعلق بالتحقيق في الحوادث، ولكن زمننا للمحاضرة دي انتهى. إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة القادمة حنتناول الفيديو ده إن شاء الله بشيء من التوضيح بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو في سؤال أو استفسار الآن ممكن الناس تطرحه إن شاء الله.